المحطة القادمة هي المشرق. The next station is مشرق. مدينة دبي للإنترنت. The next station is Dubai Internet City. المحطة القادمة هي مدينة دبي للإنترنت. The next station is Dubai Internet City. المحطة القادمة هي الخيل. The next station is Al Khail. المحطة القادمة هي الخيل. The next station is Al Khail. الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة القادمة هي شعبة العقارية. يمكنكم من خلالها الانتقال إلى برام دبي. The next station is Shaba Realty.
This is interchange station to Dubai Tram. المحطة القادمة هي شعبة العقارية. يمكنكم من خلالها الانتقال إلى ترام دبي. The next station is شعبة ريالتي. This is interchange station to Dubai Tram. المحطة القادمة هي مركز دبي للسلع المتعددة. يمكنكم من خلالها الانتقال إلى ترام دبي. The next station is TMCC. This is interchange station to Dubai Tram. आगे थोड़ा स्टॉप المحطة القادمة هي مركز دبي للسلع المتعددة. يمكنكم من خلالها الانتقال إلى ترام دبي. The next station is TMCC. This is interchange station to Dubai Tram. Thank you.